ننزل الشارع ونشوف رأي الناس إيه في موضوعنا، وبرضو نشوف الناس بتفكر إزاي، ونرجع تاني للاستوديو. يلا بينا. طبعا أنا محامي، فبحب ساعات يعني لما ربنا بيكرمنا بناخد براءة، بنحب اللي احنا برضو بننزل على السوشيال ميديا اللي احنا جبنا براءات قضايا كسبناها، طبعا بنحب اللي احنا نشارك، وغير طبعا صورنا احيانا ممكن كل كام يوم كده، حاجة مناسبة سنوية، عيد ميلاد، مصيف، خروجة، بس فرح. هو ممكن ان احنا ننشر حاجة فعلا على الفيس، لكن اذا كانت حاجة تهم الناس يعني او تهم المجتمع اللي انا بعيش فيه بصفة خاصة، يعني مجتمع محامين ومتقاضين، اما خارج كده فما يتهيأليش ان انا ممكن انشر قوي. اكيد طبعا لما بخرج خروجه جميله بحب ان انا اخلدها كذكرى، فبنزلها عندي على السوشيال ميديا على الاكونت الخاص بيا. ايه المانع؟ هو ده حس ايجابي. انا بوصف حالتي، سواء الحاله ديت بتبقى حاله مثلا حاله فرح او حاله سعاده او حاله حزن. هو ممكن لحظات حلوه لاشخاص معينين، يعني انت لو في عندك حاجه عايز توثقها، حاجه حلوه بس في حياتك، ممكن توثق حاجه معينه بس. مش شايف في حاجه مهمه ان انا انشر اي حاجه الناس تعرفها انا كنت فين او بعمل ايه او كده. انا لو حتى يعني بخرج خروجات او بعمل حاجه بلتقط ليها صور، يعني بحب احتفظ بيها لنفسي. مش دايما يعني، قليل قوي لو نشرت اي حاجه او اي حاجه حتى تخص اولادي. يعني بنزل صوري، بنزل فيديوهات ليا، منشنات، يعني الحاجات دي. لا يعني مش كل الحاجات بتتنشر، يعني في احيانا حاجات تبقى مناسبه وحاجات مش مناسبه. في ناس فضوليه جدا، وانا بطبيعتي مش فضولي، فبكره البني ادم الفضولي، لان في ناس بتدخل في حياتك قوي. يعني انا بتجاهل الكلام ده كله، ما بركزش يعني مع الحاجات دي كلها، مش من النوع اللي انا بركز في اراء الناس او الحسد. اكيد بيبقى في حد مركز اكيد، يعني حتى لو من بره يعني. لا طبعا انا بسيب الامور على طبيعتها وكل حاجه تمام يعني زي الفل. صعب قوي يعني تركز ان حد بركز في حياتك، صعب. يعني بيبقى اكتر في مجال الشغل، يعني الناس بتبقى مركزه معاك، كل تصرف بتعمله، كل اكشن بتاخده، كل اي رد فعل بتاخده الناس بتبقى مركزه معاه جدا. اكيد طبعا كتير، حتى لو انا مش معروفين ليا بس بعرفهم برضه. جدا يعتبر اكتر من حد بيبقى مركز في حياتي بجد، يعني ممكن يعني على مر الحياه ممكن اقف بعض مواقف. يعني كده هتلاقي في ناس مركزه في حياتك، يعني في مثلا انا عارفين ان انت لو ما لقيتش لقى حاجه فعلا لك فاشل، فطبيعي انت هتلاقي في ناس مركزه في حياتك وكتير مش قليل. لا انا الحمد لله راضي بحياتي جدا ومستقر، وانا الحمد لله عمري ما اتمنيت ان انا اعيش حياه غير حياتي ولا مره الحقيقه. الحمد لله يعني انا واحد راضي بحياتي جدا وراضي بنفسي. الحمد لله رضا فوق كل شيء الحمد لله. اسره كويسه واطفال، معايا اطفال الحمد لله، ومركز مرموق في المجتمع ومحامي يعني. هو مش اتمنيت في يوم اعيش حياه غير حياتي. هو بيمر علينا اوقات بتحس ان انت مش طايق الفتره اللي انت فيها، بس بالنسبه لحياتك فهي احسن من حياه ناس كتير. لا طبعا الحياه جميله اللي انا عايشها وانا متقبل هذا الوضع. هو اكيد كل واحد في طبعه راضي بعيشته اولا ومتمرد على عيشته في نفس الوقت. اكيد كل واحد بيتمنى يعني يعيش حياه افضل من اللي هو موجود فيها. يعني غير حياتي لو رجع بيا الزمن هغير حاجات كتير في حياتي. دي حياتي وانا مبسوطه وبهتم بيها اكتر، يعني انا ليه ابص لحياه غيري؟ ما انا ممكن احسن ما ابقى من غيري بكتير. كلنا اتمنى ان احنا نبقى احسن من الحال اللي احنا موجودين فيه. يعني الانسان لازم يكون عنده رضا يعني.